يا باشا انا عملت زي ما سمير قال لي، ورجاله سليمان كلموني وقالوا ان سمير اتصاب. الحاجه اللي معاك عملت فيها ايه؟ في العربيه معايا. طب هات العربيه على الفيلا بسرعه ما تاخرش. وانا هتصرف، انا مالكش دعوه. يلا غور. تمام يا باشا. سعاده اللواء صباح الفل. انا اسف لو كنت بكلمك في وقت مش مناسب. ما انا عارف يا فندم، عشان كده اتجرأت وكلمت حضرتك. لا الحقيقه مش خير. حد من ولادك عمل معايا غلط كبير قوي. انا ما رضيتش ان انا اكبر الموضوع، اعمل استجواب لست الوزير في المجلس، قلت اكلم حضرتك ونحاول نلمها بشكل ودي. انا احكي لحضرتك. السلام عليكم. ازيك كاستا محمود؟ السلام عليكم. صباح الفل يا دكتوره. ازيك يا استاذ فريد؟ ازاي ابنك مين عامل ايه؟ خد الدواء الحمد لله بقى كويس؟ اه والله من ساعة ما خد اللبوس اللي انت كتبته له ده وبقى زي الفل، تسلم ايدك والله، حاجة تمام يعني. لبوس ايه يا راجل؟ ده استحلاب بيتاخد في البق يا ناس، استحلاب في البق يا دي الناس. مرحب برجوعك لينا، نورت الحارة يا هيما. ايوه ايوه. عبد الله على السلامة ابو خليل. الحمد لله على السلامة. ايه يا عبد المطلب؟ هو انا كنت جاي من ليبيا؟ دخلتك علينا الحارة بالدنيا وما فيها. بقول لك ايه، المعلم عاوزك جوه. طيب يا سيدي ابقى عدى عليه بالليل يعني. لا ده حوار مهم وما يتاخرش. ما يتاخرش ليه؟ جاي له الطلق ومستني الحقنه. اخلص يا ابراهيم، المعلم مستنيك. ايه يا باشا الكلام اللي بتقوله ده؟ يعني اللي سمعته يا سليم، والوزاره عندها خبر بالموضوع ده، وعرفنا ان انت مطلوب في التفتيش ولازم تنزل مصر النهارده. تفتيش ايه ومصر ايه؟ كل ده عشان حته عيل زي ده؟ سيبك بقى يا سليم من فتحه صدرك دي، لأن الموضوع شكله كبير، ونصيحة من أخوك، حاول تكلم حد. أكلم حد؟ هو أنا ولاقي حد كان زماني قاعد هنا؟ خلاص حاول ترتب كلامك أنت كده كويس، وتلم الموضوع في التحقيق. هو الواد ده تعمله في إيه؟ مالكش دعوة بالواد. يعني إيه ماليش دعوة؟ مش أنا اللي جايبه؟ أه بس أنت مالكش دعوة من دلوقتي بالتحقيق ده، ويلا بقى اتكل على الله، وربنا يسترها علينا وعليك. ماشي. اشرب الشاي يا إبراهيم. ولا تحب اقول لك يا دكتوره زي الناس ما بتقول لك؟ والله اللي تشوفها معلم. البهايم من كتر ما بيقولوا لك يا دكتور قربوا يصدقوا انك دكتور بحقيقه حقيقي. ناس غلابه يا معلم. وحسيت ولا الغنى؟ هتدفع الفلوس اللي عليك امتى يا ابو خليل؟ ان شاء الله هدفع يا معلم. بس انت بس اصبر عليا اسبوعين ثلاثه وانا هسدد. وديتك بدل الفرصه 10. اعمل ايه بس يا معلم؟ انت عارف ان انا عندي عروسه بجهزها، والحاجه ام 3 جنيه بقت ب 80 جنيه، وانا مش عارف اعمل ايه والله يا معلم. الدنيا بتدربكه فوق دماغي من كل ناحيه. بس يعني طول ما انت عمال تشتري فاكهه لبناتك هتسد اللي عليك ازاي؟ يا معلم انت بصص ال 2 كيلو الفاكهه اللي بجيبهم للعيال دول، ولايه وغلابه وملهمش حد في الدنيا غيري، ومش عايزهم يطلعوا محرومين. ربنا يخليهم لك يا ابو خليل، انا بس بنورك. هو حساب ابراهيم كام يا زلطه؟ 53,400، وبده يبقى 4 شاي. ايه ده يا معلم؟ 53,000 ليه؟ ده هم كلهم 33,000 جنيه. وعلى ما تيجي تسد هيوصلوا 55,000 جنيه وشويه. حرام عليك يا معلم، كل دي فوايد. انت بتخوني يا ابراهيم؟ كله بالدفتر، واسال زلطه، حد الله بيني وبين الحرام. حرام ايه بس يا معلم؟ بس ده كتير قوي. ما هو التأخير عليه فوايد. انا لو بنك كان زماني دلوقتي حجزت عليك انت والبنات. انا عشان بنك حنين عندي حل. خير يا معلم قول. اديني بفلوسي بضاعه ونبقى خالصين. بضاعه؟ بضاعه ايه يا معلم؟ هو انا عندي بضاعه بتاجر فيها ولا حلت حاجه؟ اه حلتك. انت مش ماسك عهده المخدرات في المستشفى اللي انت شغال فيها؟ اديني بفلوسي بضاعه، شويه حقن مورفين على شويه ترامادول، تشكيله. استغفر الله العظيم من كل ذنب، اعوذ بالله من غضب الله. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا معلم؟ ده صح يا ابو خليل. وبعد ما تخلص الفلوس اللي عليك هشتري منك نقدي كاش، وهتبقى سبوبه ولقمه عيش ليك وللبنات. لقمه عيش بس ايه يا معلم؟ اكل بناتي حرام. حرام عليك يا معلم، دي بضاعه امانه عندي عشان ياخدوها المرضى والعيانين، مش علشان اديها لك تباع للمدمنين. لا يا معلم لا. وبعدين يعني الحكايه مش سهله كده يعني زي ما انت فاكر. ده فيها تحقيق ولازم اسلم الفارق، وفيها حكايه كبيره يعني. بص يا ابو خليل كل ده ماليش فيه، ده شغلك وانت تعرفه بمعرفتك.
خلصوا بمعرفتك هتلاقي 100 حل. يومين تفكر وترد عليا وتقول لي بقى هتجيب الفلوس امتى، يا اما بقى تقول لي هتسلمني الحقن ازاي. الله يخرب بيوتكم. حبك التحشيش وانتوا داخلين على اللجنه يا بهايم. والله العظيم يا باشا عمرنا ما شفنا كمين في الحته دي. حصل خير. شوف حد من السواقين ياخد استاذ عاطف المحامي. يروحوا الصف يسالوا على سمير ويجيبوه، ولو محتاج دكتور يودوه لدكتور شوقي. هم هيسيبوه يا باشا؟ ومن امتى حد من الحكومه بيهوى بناحيه حد من رجالتي يا بجم؟ اعمل اللي بقولك عليه. وباخد بقيه اليوم اجازه. واضح ان انت اعصابك باظت. والله يا باشا ما عارف اتلم على جدتي من الصبح. يلا غور وبعدي عليا بكره. يا موزة ما تيجي شويه. صدقني يا ياسر انا فكرت انت فعلا انسان كويس قوي ومفيش زيك واي واحده تتمنك، بس انا باب الجواز ده قفلته من زمان ومش ناوي افتحه تاني. وانا مستعد ادور على كل المفاتيح اللي في الدنيا، بس المهم لما افتح الباب الاقيكي. وبعدين يا فريده، يعني انت مش شايفه ان الكلام اللي انت بتقوليه ده لسه بدري عليه؟ خصوصا لما تكون واحده في جمالك وفي شياكتك وفي سنك. سني ايه بس؟ وبعدين انا خلاص بقيت بتعامل ان شغلي هو اهلي وبيتي وعيالي وجوزي، ومتهيألي عشان كده انت بقى كمديري مبسوط مني، ولا انت عايز نزعلك؟ فريد انا بحبك. عشان خاطر ياسر ما تصعبهاش عليا اكتر من كده. انا فعلا بعزك بس كأخ وصديق، وانت مثلي الاعلى في الشغل، ده انت اللي معلمني كل حاجه لحد ما بقيت انا وانت ماسكين قسم الشبكات كلها. يعني افهم من كده ايه؟ مفيش فايده؟ هو انا اللي مفيش مني فايده، بس ان شاء الله ربنا هيبعت لك اللي احسن مني، اللي تستاهلك وتستاهل حبك ليها. عموما انا هسيبك براحتك يا فريده، بس يا ريت تحاولي تفكري تاني بعد اذنك. ايه يا سلمى، ازيك يا حبيبتي؟ عاملين ايه؟ وطنط كويسه؟ كنت عايزه بس اعدي عليها النهارده عشان اديها فلوس كفاله اليتيم بتاعت كل شهر. هتتصرف ازاي؟ ما تقتليش هم، ان شاء الله ربنا هيصرفها من عنده. ياما قلت لك بطل بعتره يمين وشمال. بعتره؟ انا ببعتر يا سميحه؟ هو انا بصرف على حد غيرك انت والبنات؟ نصرف بالعقل، مش كل ما بنت تطلب حاجه تجيبها لها وخلاص يا ابراهيم. انا قلت لك يا سميحه ربنا هيسهلها ان شاء الله. سهلها ازاي؟ هتبيع بنت من البنات ولا هتطوع حسن الضبع وتخش السجن؟ ما تقومي تعملي لنا لقمه نفطر بدل ما انت قاعده تأنبي فيا كده. انا على لحم بطني من امبارح يا حبيبي. يا اخويا حالا حالا، والفطار هيبقى جاهز. اتفضلي يا طنط. حبيبتي عقبال كل شهر، بس ده لسه بدري قوي على اول الشهر. انت عارفه بقى زحمه الشغل اول الشهر، فخفت اسقط الحوار. اسقط الحوار؟ يعني ايه بقى الكلام ده؟ قصدها تنسى يعني يا ماما. ما انا عارفه يا لمضه، انا بس صعبان عليا لغتنا الجميله اللي قعدت ادرس فيها طول عمري تتبهدل بالشكل ده. سليمه اخباره ايه؟ يعني قصدي عامل ايه يعني في شغله الجديد؟ الحمد لله حبيبتي، ربنا يجيبه بالسلام. يلا على المطبخ حضري لنا الغدا واعملي حساب فريده معايا. لا لا تعمل حساب فريده ايه؟ ده انا ماما مستنياني على الغدا من بدري ولازم اجري. على اذنكم، باي باي. باي باي يا حبيبتي. الحمد لله على السلامه يا سلمى. كنت حاسه ان انا اشوفك. انت كويس؟ كويس قوي. طب خلي بالك على نفسك. انت كمان.
الحمد لله على السلامة يا دنيا. موتش لأنك جاي. كنت شايف. مالك يا سليم؟ إبراهيم! يا إبراهيم! قوم يا إبراهيم قوم! خير يا سميحة؟ في إيه؟ الساعة كانت 9. لا يا دوبك العشاء لسه مقدنة. حرام عليك يا سميحة، بتصحيني ليه طيب؟ أنا مش قايل لك صحيني الساعة 9 عشان عندي وردية لحد الصبح. أم رحمة بره عايزاك. عايزة مني إيه أم رحمة؟ جاية تخطبني منك؟ تخطبك إيه بس يا إبراهيم؟ بنتها الصغيرة عيانة وعايزاك تبص عليها. قوم يا أخويا قوم، دي ولية غلبانة ومتعشمة فيك. طيب هعملي لي قهوة على مغسل إيديا وأطهر وأقعدي لك. ماشي، ما تتأخرش. أنا مش فاهمة إيه اللي افترى ده؟ يعني أنت تخاطر بحياتك عشان تمنع الأشكال دي فيسيبوهم هم ويحققوا معاك أنت؟ معلش يا بنتي، إن شاء الله التحقيق يطلع سوري كده وخلاص. ما تقاليش، اللي فهمته من المأمور إن صاحب العربية إيده طايلة وهيج الدنيا عليا خلاص. قوم يا دنيا قوم نام وارتاح شوية، أنت جاي تعبان من السفر عشان بكرة ما تروح التحقيق تبقى فايق كده ومركز. يا ستي خلاص مش فارقة، اللي يحصل يحصل. بقول لك إيه يا سيدي، بص أنت تاخد ماما معاك وأنت رايح التحقيق وتعمل لهم حبة من بتوع ابني يا سعادة الظابط ما عملش حاجة، وصدقني ما حدش هيكلمك خالص. ايوه كده اضحك يا سليم وفكها، ان شاء الله خير. ان شاء الله، سيبيها على الله ونعم بالله. بقول لك ايه، يلا نروح ننضف الاوضه، انا مش الفلبينيه اللي حاجه جايباها. يلا بقول لك امشي يا بنت من هنا. ما تخافيش يا رحمه حبيبتي، انت زي الفل وهتخفي وتبقي حلوه قوي، بس ماما بس هي اللي بتعمل من الحبه قب. يعني ما اديهاش مضاد حيوي يا اخويا؟ يا ست اسمعي الكلام اللي بقول لك عليه، اديها الدواء اللي عندك وهي هتبقى زي الفل ان شاء الله. يعني ما اديهاش دكتور يطمني على البيت؟ دكتور ايه بقى؟ وانت شايفاني سمكري سيارات؟ وماله السمكري يا اخوي؟ ما ابو رحمه سمكري. خلاص يا ست بقى وديها لابو رحمه بقى، ولو اتجرحت ولا اتعورت ولا اي حاجه يبقى يرد لها الجرح على البارد، وبلاش ادويه بقى ولا دكاتره. مش القصد يا اخويا، بس انت يعني اسم الله على مقامك ممرض. يا ست ام رحمه انا تمرجي بس ما بقولش اي كلام وما بقولش اي حاجه لما اكون متاكد منها. فلوسك كتير بقى انت وابو رحمه وعايزه تغرمي، روحي وديها للدكتور، بس هيقول لك نفس الكلام اللي انا قلته لك ده بالظبط. خلاص يا ام رحمه اسمعي الكلام بقى. حاضر يا اختي حاضر. وليك عليا يا ستي، لو ما ارتحتش على الدواء ده وخفت باذن الله انا هوديها لك اكبر مستشفى في مصر على حسابي. ربنا يخليك لينا يا اخويا وما يحرمناش منك ابدا. الله يخليك يا ام رحمه، ما تقعدي تخرطي لك شويه كوسه مع سماح. لا يا اخويا عندي محشي. السلام عليكم. يلا يا بنتي يا رحمه. يلا يا بنتي. حلوة رحومة يا عسل. مع السلامة. سلام يا حبيبتي. مين سماح؟ مين سماح؟ تعرف واحدة اسمها سماح غيري؟ والله الواحد دماغه مقلوبة، أنا صاحي من النوم مش دريان بحاجة يا سميحة. إلا وأنت بتحشي الخيار يا سميحة ولا إيه؟ أعمل سلطة. شفتي بقى الناس الواحد يخدمهم وهم يهزقوه. معلش حقك عليا، أهو كله بثواب. انت فاكر ان انا زعلان يعني ان انا مش دكتور؟ لا ولا زعلان ولا حاجه، الحمد لله. انا عارفه انك كنت جايب مجموع كبير في الثانويه العامه، وان لولا ابوك الله يرحمه كان زمانك دلوقتي دكتور قد الدنيا. يا ستي والله ما زعلان ان انا مش دكتور، ده انت لو جيت المستشفى عندنا وشفت الدكاتره ومرتباتهم عامله ازاي وحالهم عامله ازاي هيصعبوا عليكي، هتقولي التمرج ده رحمه، هيبقى انا يعني ناقص كده تطلع 20 جنيه من جيبك وتديها للدكتور منه. ايوه اضحكي كده يا شيخه. والله يا سامحه ما بيهون عليا هموم الدنيا دي الا ضحكتك. تسلم لي يا حبيبي. صحيح انت هتعمل ايه مع حسن الطبع؟ طبعا يا فندم معليك عارف كميه الضغوط اللي بتعرض لها، ومع ذلك انا مش ممكن اغير موقفي ابدا. الفاسد لازم افضل وراه لحد ما اكشف فساده وادفعه الثمن. تحت امر معليك يا فندم. نأجل الاستجواب لحد ما حضرتك ترجع لي. بس طبعا سيادتك لو لقينا حل ودي جميع الاطراف هتبقى مبسوطه. وبعدين يا سليم؟ يا عماد بيه العربيه كلها كانت معباها حشيش. وهي فين العربيه دي؟ سعادتك عارف. عارف انها هربت. معنى كده ان مفيش قضيه. وبعدين يا اخي انت رحت تفتش عربيه ليها حصانه من غير ما تأمن نفسك. ده كلام يا حضرة الظابط. يا باشا الطريق اللي كانوا جايين منه طريق بيت سليمان عرام، يعني أكيد جايين بمخدرات،
وتميم اكيد بيتاجر في المخدرات وبيتحامى في موضوع المجلس ده. حتى لو انت ما عملتش شغلك مظبوط وهم موقفهم القانوني سليم، وبعدين يا اخي انت ساب الدنيا كلها وراح تضرب الحارس بتاع عضو البرلمان، الضرب ده بيسمع في كل حته يا حضره الضابط. انت مش عارف اللي بيجرى حوالينا، الناس كلها حطانا في دماغه. يا باشا انا افتكرته هيطلع سلاح. افتكرته؟ الله، افتكرته واحتمال وجايز انه انت ضابط مباحث، تقديراتك لازم تبقى سليمه 100%، احنا مش بنقرا الكف. عموما انا حاولت الم الموضوع باقل الخسائر، شغلك القديم والملف بتاعك بيشفع لك. انا هكتفي بس بلفت النظر وتاخير الترقيه ونقلك من مكانك. يا باشا ما ينفعش كده. بكره الصبح تقدم مخلاء طرف، وبعد بكره تستلم في اسم العمرانيه، واحمد ربنا ان ما نقلتكش الصعيد. سياده الوزير مش عايز حركه كتير، ضابط المباحث اللي هناك من حسن حظك عمل حادثه ومش هيرجع قبل 4 شهور. اتفضل يا استاذ، ومش عايز مشاغبه تاني. أوامر سعادتك. اتفضل. الضابط اللي خرشمك خد جزم اتنقل عشان تعرف ان انا رجالتي محدش يقدر يقرب منهم. جزم ده كان هيموتني يا باشا، يعني المفروض يتخرشم زي ما عمل معايا. انه يتنقل اهم عندي من انه يتخرشم يا حمار. لو كان قاعد مكانه كان قاعد يرزل علينا في الرايحه والجايه، وانت عارف ان ده طريقنا كل يوم. مظبوط كلام سعادتك يا باشا. على العموم هو اتنقل اسم العمرانيه، يا ريت ما نهوبش ناحيه الاسم ده عشان بس ما نتضربش تاني. بس انا اتخذت على اخوانا يا باشا. اخوانا دي لما تاخد بوكس ولا اتنين مش يغمى عليك وتتخرشم وتروح في غيبوبه. جاتك نيله جايبك تحميني ولا عايز اللي يحميك؟ الحمد لله يا باشا، واسم العمرانيه مش بعيد، بس انا مش هسيب حقي حتى لو بعد 10 سنين. ولا مصيبه وراحت لحالها، ما تعرفش من الراجل ده تاني. خلصت؟ خلصت؟ خلصت يا باشا. أما إنك بني آدم غريب صحيح، حد يزعل إنه مش هيتشحطط وهيجي يقعد معانا هنا؟ شكله كده كان مبسوط وهو بعيد عننا يا ماما. ده بس كنت دي كمان مش فاهمة حاجة. أنت عارفة كويس إيه اللي مضايقني. النقل ده لو كان جه في ميعاده ومظبوط كنت مبسوط. بس ده جالي بجزة بيعاقبوني عشان بشوف شغلي. بس شفته غلط. شفته غلط ازاي يعني؟ عشان مسكت لهم شويه عيال صيعه. حصل ايه بقى لما اتسرعت ومسكت شويه الصيع؟ العيال الصيع دول طلعوا وانت اللي اتاذيت. صح، عندك حق. كانش وقته خلص يا ماما الكلام ده. امال وقته امتى بقى؟ لما يخش السجن ولا يتأذي؟ بعد الشر يا ماما ما تقوليش كده. ده ابني الوحيد، انا ما حبيتش غيره في الدنيا. وبعدين بقى الحق ما يزعلش، ما انا طول عمري بشتغل، عمري ما غلطت مره واحده. ايوه ماما معلش، لما تكوني ناظره في مدرسه غير لما تكوني ضابط بوليس خالص. خدي دخلي له الطبق ده، بس اوعي تقولي له ان انا اللي عملته. يعني مش واعي. حاضر حاضر، هوديله. اسف يا معلم، انا قلت لك اصبر عليا يومين لحد ما ادبر نفسي. ما انا مش فاضي، عندي فرح في طنطا، بعدين الموضوع مش محتاج تاخير. مش محتاج تاخير ازاي؟ دي جنايه. وصلات الامانه اللي عليك ما هي جنايه برضه يا ابو خليل. كده برضه يا معلم، هي دي اخره العشره والجيره؟ عايز تحبسني بوصلات الامانه اللي عندك؟ احبسك ازاي؟ تف من بقك. الله عليك، ده احنا جيران واخوات. وبعدين مش المعلم حسن الضبع اللي ياخد حقه عن طريق الحكومه. يا معلم انت مستسهل الموضوع خالص، دي عهده يا معلم، عهده بستلمها بتتسجل في دفاتر
واللي بيفيد منها واستخدمه برضه بيتسجل في دفاتر، مش سبهلله يعني. ما هو عشان مش سبهلله بندفع فيه شيء وشويات. طب والفوارخ؟ هرجعها لك اول ما اخد اللي جواها. ماشي يا عم؟ ما ينفعش يا معلم، ما ينفعش. ارجوك تفهم بس الحكايه، الفوارخ دي يا معلم اللي انا بديه لاي مريض بيتسجل اسمه وبتتسلم الفوارخ برضه. طب خلاص اسحبهم لي انت في سرنجات وخلي الفوارغ عندك. اظن كده بقى مالكش حجه بقى. بتلمي هدومك ورايح على فين يا سليم؟ انا كده هبدا اصدق بقى انك عايز تمشي وتسيب البيت. امشي اروح فين يا بنت انت هبله؟ رايح اخلي طرفي، لازم امشي دلوقتي عشان الحق ارجع بكره. طب هو انا ممكن اخد من وقتك دقيقتين؟ دقيقتين، ساعتين، يومين، اهري براحتك. يا بنت انت مفيش زيك في الدنيا دي كلها. يا حبيبي انت اللي مفيش زيك خالص. عايزك تتاكد ان انا وماما عارفين كده كويس قوي. احنا بس خايفين عليك. تخافوا علي ايه؟ خلاص بقى اللي تخاف منه حصل، خلاص مفيش حاجه ممكن تحصل تاني. يا حبيبي النقل ده فرصه كويسه قوي عشان تقعد معايا هنا. انا خلاص هتجوز مش هتشوف وشي تاني خالص. لا يا اختي ما تلككيش بيا، اتجوزي انت ومالكيش دعوه. معني بصراحه بقى خطيبك ده معلش يعني هو كلع حبتين. هو من ناحيه كلع فهو كلع، بس اللي لقيته يعني. صدقني انا قعدت ادور كتير قوي عشان خاطر الاقي واحد حلو كده وقمر وبشنب خرافي. يا بنت اتعلمت الباكج ده فين؟ والله ما باكج يا سليم. لو سمحت ما تزعلش من ماما، انت عارف ان هي من زمان بتحب النظام وميري اكتر من الميري نفسه. معلش عايز زي امي برضه. خلي بالك من نفسك. وانت كمان يا حبيبي. يا قصير انت. لا 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 الله. محمد رسول الله. سليم بيه، سليم بيه. والله هتقطع مين يا سليم بيه؟ انا شهدت في التحقيق اللي حصل. رسال الله ودي حكمته. بقول لك يا عويس، عايز منك خدمه. امر يا باشا. فاكر العيالين احنا شفتهم في الكمين؟ ايوه يا فندم. لو شفتهم هنا تاني اعرفك كانوا فين وبيعملوا ايه وبلغني. حاضر يا باشا، عينيا. امسك. الشنطه دي فيها بلوفرين على كام كوفيه، الجو برد. لو سقعت ولا حد من عساكر الساعات خليه يلبسه. تشكر يا ابن الرسول يا غالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللي جاب الدواء ده عندك في الاوضه؟ ايه ده؟ انت بتفتشي في اوضتي ولا ايه؟ لا انا ما كنتش بفتش في اوضتك، انا كنت بوضب الاوضه ولقيته في الدرج. ماما انا قريت نشره الدواء ده، انا عرفت ان هو دواء للقلب. انت عيانه؟ لا يا بابا مش عيانه ولا حاجه، انا تعبت شويه رحت للدكتور كتب لي الدواء ده وباخده. وانت ازاي تخبي علينا حاجه زي دي؟ والله لما يجي سليم هقول له بقى هو يتصرف معاكي. قرابت انت بتهدديني باخوكي ولا ايه؟ اخوكي ده ظابط على نفسه. انا ما بهزرش على فكره. بس انا بقى بهزر. اوعي يا حبيبتي تجيبي له سيره لما يجي عشان خاطري. لا يا ماما انا لازم اقول له. ايه يا بنتي يا حبيبتي ما يبقاش مخك ناشف. انا ما صدقنا ربنا هداه وارتاح في شغله. بس ما ينفعش اخبي عليه حاجه زي دي. هيعمل لي ايه يعني؟ هو انا عيله صغيره عشان يعاقبني؟ عشان خاطري، عشان خاطر ماما. اوعي تجيبي سر للواد ده لما يجي، هزعل منك بجد. خلاص حاضر اتفقنا، بس توعديني انك ما تخبيش عليا اي حاجه تخص صحتك، الا والله هقول لسليم على كل حاجه. يا جدع ما تبقاش مجنون، انت مين باشا قال لك تنسى الموضوع ده نهائي؟ يقول زي ما هو عاوز، لا هو اللي اتضرب ولا هو اللي ليه حق. ما هو جاب لك حقك يا سمير. لا وانت الصادق جاب حقه هو، يحمي بضاعته وراحه جايه على الطريق، انما حق انا هعرف اجيبه. يا ابني اقل ده ظابط. والله لو كان وزير الداخليه ليا حق وهجيبه من حباب عينيه. صباح الخير يا سليم باشا، صباح الخير يا باشا. سلم. يا ابو صمد الزبون نزل من بيته. نعم انا كنت عارفه ان مقابلتك للي اسمه سليم ده مش هتعدي على خير. هو انت مش هتبطلي الهبل اللي انت فيه ده؟ ده مش هبل يا ماما،
وبعدين انا قلت لك ان انا قابلته بالصدفه، ما لحقتش حتى اقف معاه، فيا ريت ما تكبريش الموضوع بقى. تعالي هنا كلميني، ما تسيبينيش كده وتمشي، الموضوع كبير لوحده يا حبيبتي. تقدري تقولي لي عملتي ايه مع ياسر؟ ما عملتش حاجه، رفضت بالذوق. رفضتي بالذوق؟ يا بنتي ده مديرك في الشغل ومستقبله كويس قوي، وبعدين شريكي، وهيسيبك تعملي كل اللي انت عايزاه. وانا مش هروح اتجوز ياسر لمجرد ان هو عايز يتجوزني وموافق ان انا اشتغل. الله العظيم انت مجنونه يا بنتي. يا بنتي العمر بيجري وانت ما بقيتيش صغيره. كل شيء نصيب يا ماما، انا هتاخر على شغلي. عيني عليك يا بنتي، ربنا يهديك. انت ليه بس واخد موضوع النقل ده على انه جهاز تسليم بيه؟ مش جهاز القيادات بتوعك شافوك انك وحش فقالوا نقلوك في حته تليق بيك؟ ربنا يخليك يا طارق بيه. انت اكيد عارف سمعه تداره الاسم عندنا، الحته كلها لبش ومليانه مشاكل. عارف بالذات دلوقتي العيال المسجلين كلهم دلوقتي جابوا قرارك وعرفوا انك جيت. مش للدرجه دي يعني، هما لحقوا. بص اي ضابط بيجي جديد هنا بيفضلوا وراه ويجيبوا قراره، وانت ما شاء الله سمعتك سباك، زمانهم عاملين لك الف حساب من قبل ما يشوفوك حتى. سعادتك ما انت عارف بقى الصيت ولا الغنى. لا اسمع مني بس، هما مش هيعدوا المساله كده، هيحاولوا ينكشوك ويجربوك ويشوفوا ميتك ايه. بس هي ديتها بس لما تعمل نمره تعلم عليهم، بعد كده كل حاجه تمشي تمام. ربنا يسهلها. وعلى فكره هنا لا في بهوات ولا بشوات نخاف منهم، يعني اللي اتعامل معاك في الصف عمره ما هيحصل هنا. ربنا يسترها. تعالى يا زناتي. صباح الفل يا باشا مصر. صباح الخير. زناتي بقى اقدم امين شرطه عندنا هنا في القسم، تقدر تقول عليه اقدم واحد في القسم كله، يمكن يكون اقدم من الباشا المامور نفسه. واد جدع ورجوله، بنعتمد عليه كتير في شغلنا. ربنا يعز سعادتك يا طارق باشا. سليم بيه معاون المباحث الجديد، عايزك تفضل معاه النهارده تمامك اوامره بالحرف. ها نورت اسم العمرانيه يا باشا. تعيش يا زناتي. على فكره زناتي كمان من سكان المنطقه، يعني ليه عارف كل الناس وكل الناس عارفاه، فبيسهل لنا شغلنا كويس. بس اكيد الموضوع ده عامل لك مشاكل يا زناتي مش كده؟ اعوذ بالله يا باشا، مشاكل ليه بس؟ يعني تلاقي كلهم حبايبك بقى وقرايبك اللي عايز خدمه من هنا ومن هنا، وانت طبعا بتحب تراضي كل الناس. لا مؤاخذه يا باشا ما فيهاش مرضيه، انا اللي يمشي عدل اشيله على راسي، انما اللي يغلط لا عندي لا حقوق ولا جيره ولا اي حاجه. طب يلا زناتي مع سليم بيه وريله مكتبه الجديد، والنهارده انت تمامك معاه، انت النهارده راحه من الشغل. اوامره تتنفذ. اوامر يا باشا. يلا. اتفضل يا سليم باشا. على اذنك يا باشا. اتفضل يا باشا. ربنا يستر. نورت الاسم يا باشا مصر. وسيد سعادتك واصل من قبل ما تيجي. ربنا يخليك يا زناتي. اتفضل يا باشا. اتفضل سعادتك يا باشا. نورت يا باشا. انا مش عايز سعادتك تشيل اهم اي حاجه طول ما انا موجود يا باشا. يعني هتعرف دبه النمله في الدايره من قبل ما تحصل. كان سعادتك موجود في الشارع ليل نهار. لو انا مش قاعد على المكتب عطل يا زناتي، انا بحب اشوف شغلي بنفسي وانت هنا عشان تساعدني زي ما انت قلت. العفو يا باشا مصر. اوامر. بس المؤاخذه يا باشا الشغل هنا غير. ومنطقتي كلها لبش وهرش وانا اضرب بيها. وانا ظابط مباحث مش مدرب بالي يا زناتي. واكيد انت سمعت عني زي ما بتقول، مش كده ولا ايه؟ طبعا يا باشا. ماشي يا زناتي، هات لي بقى القواضي المتعلقه والمحاضر ما اتعملش فيها حاجه عشان نبص عليها. اوامر يا باشا مصر. بكره الصبح ان شاء الله تكون قدام دلوقتي يا زناتي. اوامر يا باشا. تمرني بحاجه ثانيه يا سعادتك. اوامر يا باشا مصر. لو لي يا زناتي صحيح. تحت امر سعادتك يا باشا. هو انت اسمك زناتي ايه؟ اسمك الثلاثي يعني؟ اسمه الثلاثي؟ لما مؤاخذه باشا تطلع لي باسبور ولا ايه؟ اه عشان لو حبيت تسافر قريب. ممكن برضه سعادتك. زناتي السيد زينهم يا باشا. زناتي السيد زينهم. ها؟ زينهم يا باشا. تمام اتفضل. اي امر يا باشا مصر. اقفل الباب وراك. امر يا باشا مصر. الو يا ابو الانوار. صباح الفل. ازيك يا باشا؟ اخبارك يا باشا؟ لا عديت عليكم في التفتيش امبارح عشان اطمن عليك ما لقيتكش. لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه كده، كنت عايزك في خدمه صغيره.
لا ده امين شرطه كده اسمه زناتي السيد زينب.